سؤال الأسئلة دلوقتي في الشارع مع انخفاض الدولار، طيب الأسعار هترخص إمتى؟ كل واحد بيسأل، وإحنا بنتكلم برضو كل شوية في الحكاية دي، الدولار نزل، طب إلى أي مدى الأسعار دي هتنزل مع دورة استيرادية جديدة ممكن تنزل دلوقتي؟ هتسمع على طول ولا هتسمع بعد كده؟ طيب من الأخبار موضوع الأسعار دلوقتي واللي يهم حضراتكم، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأستاذ أحمد الوكيل قال إن سعر السكر مثلاً وسلعة أساسية طبعا هينخفض بدءا من الأسبوع الجاي، وأنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة هيحدث انخفاض تدريجي مش بس للسكر، لكافة السلع. وأضاف كمان الوكيل أن توقف الاستيراد كان سبب في انخفاض الدولار، موضح أن الأسعار انخفضت بالفعل لكن انخفضت عند تجار الجملة. نتمنى أن ده يحصل فعلا مش بس لسلعة السكر، لسلع تانية الفترة اللي جاية، ونشوف انخفاض حقيقي للأسعار يواكب انخفاض الدولار. زي ما انت قلت يا محمد، كمان السلع التانية خلينا ناخد موضوع نفس الموضوع، لكن بنتكلم عن الثروة الداجنة، والأستاذ عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية قال إن أسعار الدواجن شهدت انخفاض جديد أمس بحوالي 3 جنيه في الكيلو جرام، وده وصل سعر الكيلو في المزرعة 23 جنيه مقابل 26 جنيه، الدواجن الحية وصلت 27 جنيه للكيلو بالأسواق، انخفض كمان سعر كرتونة البيض بالمزرعة لأول مرة من شهر ل 29 جنيه مقابل 30 جنيه، ووصل ل 33 جنيه بالأسواق، بينما وصل سعر كيلو البانيه لما بين 62 و 63 جنيه. معانا على التليفون الأستاذ عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. صباح الخير يا فندم. صباح النور حضرتك، وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الأخبار الحلوة ده أولا، طبعا إن هذا الانخفاض انخفاض كويس جدا جدا، لكن السؤال دائما وبيطرح، احنا مشكلتنا ان احنا دائما الانخفاض او حتى بتكون عن شعبة الثروة الداجنة بنقول ان المنتج بيطلع برقم بيكون اقل كتير جدا، بيصل ل 11 و 12 جنيه في الكيلو فرق عن اللي بيوصل للمستهلك. الأسعار انخفضت بهذا الشكل الكبير والجميل عند المنتج، عند المستهلك عايز يحس بده، نعمل إيه؟ ما ده أكبر مشكلة عندنا في مصر، إن الحلقات الوسيطة ما لهاش رقابة، دي أكبر مشكلة إحنا بنعاني منها. يعني أنا النهاردة بطلع كمنتج سلعة بسعر معين، حلقات الوسيطة بيحصل ارتفاعات، وبعض الناس بتشتكي وبتتكلم إن هم لا يشعروا بهذا الانخفاض، وما زال هذا الكلام داير، وإحنا بنتكلم بقولش لا، الكلام ده موجود، لكن ده مش قضية المنتج، إحنا كنا اتكلمنا حتى بالأمس الأول كنت بتحدث، هو مش قضية المنتج لكن هو قضية الشعبة. يعني أنا بتكلم بقى مع شعبة الثروة الداجنة إنها لازم تتخذ خطوات. أنا معاك يا فندم، إحنا اتكلمنا الجهات الرقابية وطرحنا أطروحات، أنا اللي ما أقدرش أنفذ، أنا لما أقول إن إحنا عاوزين نعمل ولو سعر استرشادي يتم تفعيله بقوة من خلال مثلا الجهات المعنية. لما أقول إن إحنا النهاردة عايزين نمنع تداول الدواجن الحية بالأسواق والمحال إلا من خلال المجازر المرخص بها حسب التشريع الخاص 70 ل 2009، وده هيلعلي حلقة وسيطة. المجازر النهاردة يا أستاذة بتشتغل بنسبة 20-25%، لو اشتغلت بكامل طاقتها، وإحنا عمالين نتكلم بالكلام ده عن مجازر من سنة 2000، عمالين نتكلم المجازر نطورة ونحدثها عشان نلغي الحلقات الوسيطة ونطلع المنتج من المجزر. بص حضرتك، هنطلع المنتج من المجزر عليه السعر، سعر النهارده الكيلو ب 10 جنيه، رغم ان انا لما هوديه لحضرتك كانت يد اخير عشان تبيعيه هقول لك ال 10% مكسبك من عندي انا، يبقى الراجل المستهلك عارف ان سعر الفرخه دي 10 جنيه في كل المناطق بقى في كل مكان. الكلام ده احنا عاوزين نعمله وبنتحرك فيه باليات من اليومين دول. طب احنا اللي بنطلب بقى من حضراتكم الضغط مرة تانية والتدخل مرة تانية، ومعلش احنا يمكن الامور تكون بتمشي ببطء شوية، لكن عايزين تحرك بقى من الشعبة بشكل اكبر، والمطالبة ان دايما تكون من خلال مجازر على اساس ان احنا نحاول القضاء على الجشع الحلقة الوسطى بين المنتج والمستهلك. يا محمد جزيل الشكر طبعا الاستاذ عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.